السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. المرة الماضية بلشنا في الشابتر الجديد اللي هو عبارة عن السيستم هاكينج، وأخذنا إيش هو تعريف وإيش هي الستيبس اللي بنمشي فيها عشان نعمل هاكينج للسيستم. وأخذنا أول ستيب المرة الماضية اللي هي عملية الباسورد كراكينج والطرق المختلفة، سواء عملية نستخدم الديكشنري اتاك او الرينبو تيبل او بروت فورس اتاك بغض النظر عن الآلية. في عنا انواع الاونلاين والاوفلاين والى اخره من هاي الطرق. وصلنا عند الستيب الثانية، عملية الاسكليتنج للبريفليج. طبعا فكرة الاسكليتنج للبريفليج انه انت بيكون لك اكسس على السيستم بصلاحيات، بدك تحاول تغير الصلاحيات تبعتك، اما انك ترفع الصلاحيات او تستخدم صلاحيات يوزر ثاني بنفس الصلاحيات اللي انت موجود فيها. طبعا البريفليج اسكيليشن عباره عن ببساطه انه الاتاكر بيحاول يعمل جيننج اكسس للنتورك باستخدام نان ادمن اكونت. اكونت البريفليج تبعه بيكون خفيف جدا، وبالتالي بعدين بيحاول انه يرفع الصلاحيه تبعته على سبيل المثال من نورمال يوزر لادمن او من مونيتور لادمن. طبعا الاتاكر بيعمل بيرفورمينج للبريفليج اسكيليشن عشان طبعا شو الاليه اللي من خلالها بيعمل هذا الشيء، اما بسبب خلينا نحكي ديزاين فلو في السيستم، او ممكن بسبب بروجرامينج ايرورز، او ممكن بج بالاوبريتنج سيستم او في بعض السوفت ويرز، او ممكن مشاكل في الكونفيجريشن. وبالتالي بهاي الحاله اليوزر العادي بيعمل جيننج لادمنستريتيف اكسس، وبالتالي بيقدر يسوي اللي بده اياه على السيستم. طبعا انواع البريفليج اسكيليشن في عندنا الفيرتيكال وفي عندنا ايش الهوريزونتال. لكن قبل الفيرتيكال والهوريزونتال، اليوزر ليش بده يعمل بريفليج اسكيليشن؟ صراحه عشان يعمل فيوينج لا كريتيكال او سنسيتيف انفورميشن، او ممكن يعمل ديليتنج لفايلز، انستليشن لماليشيوس سوفت وير ممكن يستفيد منها ليتر اون في بعض التاسكس، او ممكن يعمل انستليشن لمالوير بغض النظر عن النوع تبعه، ممكن يكون فيروس، تروجن، ممكن وورمز الى اخره من الماليشيوس سوفت ويرز فاميلي. طبعا الفيرتيكال بريفليج اسكيليشن انه انا بحاول ارفع الصلاحيات تبعتي من على سبيل المثال من مونيتورينج لا ادمنستريتيف، او من ميديوم لا هاي ليفل. او في عندنا شيء بنسميه الهوريزونتال بريفليج اسكيليشن، اني باخذ صلاحيات مشابهه للصلاحيات تبعتي. طبعا الهدف هون في هاي الكيس الثانيه اني احاول خلينا نحكي اتجنب موضوع الديجيتال فورنزيك، او انه حدا ممكن يعمل تراكنج للاكتيفيتي تبعتي، او اصعب العمليه لعمليه البلو تيمينج. طبعا احدى الطرق اللي من خلالها ممكن نعمل بريفليج اسكليشن اللي هي من خلال الدي ال ال هاي جاكينج. طبعا فكره الدي ال ال، دي ال ال عباره عن ايش؟ عباره عن لايبراري بتكون جوا الكمبيوترز، المكونات تبعتها عباره عن فانكشنز. اي ابلكيشن اليوم موجود عندنا، بدل ما البروجرامرز بيبنوا السوفت وير من الزيرو، لا، في بعض اللايبرريز وبعض الفانكشنز معمولها كونفيجريشن جاهزه، فانا هاي الفانكشنز بستدعيها من وين؟ في عندنا شيء بنسميه ال دي ال ال، فهاي الفانكشنز بتكون موجوده جوا ال دي ال ال. طبعا اغلب الويندوز ابلكيشن بالغالب ما بيستخدموا الفولي كواليفايد باث عشان يعملوا لودنج لاكسترنال دي ال ال لايبرري. هم شو بيسووا؟ بيعملوا سيرشنج على جوا الدايركتوري عشان يعملوا لودنج لهاي ال دي ال ال. فالفكره ببساطه اذا الاتاكر قدر يحط الماليشس دي ال ال هاي جوا الابلكيشن دايركتوري، يعني جوا الفولدر اللي موجود فيه الابلكيشن، وبالتالي هنا لما ينعمل رن للابلكيشن اول مكان بنعمل فيه لوك اب وين؟ الدايركتوري، لانه اقرب واسرع عليه. وبالتالي اذا كان الدي ال ال فيه ماليشس سوفت وير او ماليشس فانكشن، على سبيل المثال ممكن نحكي سيستم، هذا السيستم ممكن تعمل انت باسنج ارجمنت، وبالتالي هو بيقدر ينفذ هذا الارجمنت اللي انت بدك اياها. الفكره ببساطه انه هون في عندنا اليوزر هاي، هاي اليوزر هاي عملت انستليشن لابلكيشن، هاي الابلكيشن الاكسكيوتابل فايل تحتاج الى دي ال ال. الاتاكر هون بطريقه او باخرى قدر يوصل الماليشس دي ال ال على الدايركتوري اللي موجود فيه ايش الابلكيشن. وبالتالي لما الابلكيشن بيعمل رننج بده يستدعي بعض الايش الشغلات،
او بعض الفانكشنز. هاي الفانكشن بالوضع الطبيعي من وين كان يستدعيها؟ كان يستدعيها من الويندوز دي ال ال لايبراري، لكن لانه الويندوز ابلكيشن ما بيستخدم الفولي كواليفايد باث، هو وين اول شيء بروح يدور؟ بروح يدور في الدايركتوري اللي موجود فيه ايش الابلكيشن. اذا كان موجود خلاص مباشره بعمل لودنج لهاي ال دي ال ال طبعا. وهاي صراحه من اشهر الطرق اللي من خلالها ممكن نعمل بريفليج اسكليشن او نرفع الصلاحيات تبعتنا. طبعا في عندنا يعني انت بالنهايه اذا قدرت توصل اكسس على السيستم، تقدر تحصل اكسس على السيستم، وقدرت ترفع هذا الاكسس لادمنستريتف بريفليج، بامكانك تعمل اشياء كثيره صراحه. بامكانك تعمل ريسيت للباسورد تبعات النون ادمنستريتف يوزرز اللي موجودين جوا السيستم. طبعا ممكن واحد منكم كيف بيسأل كيف ممكن اسوي هاي الاشي؟ ببساطه اذا كان عندك خلينا نحكي كوماند لاين انترفيس، كل اللي عليك انك تكتب نت سبيس بعدين يوزر، فهو بيعرض لك اسماء اليوزرز اللي موجودين كلهم. فانت لاحظ هنا في عندنا هذا اليوزر اللي اسمه تيست، بدنا خلينا نحكي نعمل ريسيت للباسورد تبعه. كل اللي علي اكتب نت بعدين سبيس بعدين يوزر بعدين اسم اليوزر تبعي بعدين احط اشاره الستار بعدين بحط انتر، ف احكي لي شو الباسورد الجديد اللي بدك اياه، وبالتالي هون بامكانك تغير الباسورد او بامكاني اضيف يوزر جديد. كل اللي علي اكتب خلينا نحكي نت بعدين يوزر بعدين اسم اليوزر الجديد بعدين تحط سبيس الباسورد تبعه بعدين تحط السلاش بعدين كلمه اد، وهون بنضاف اليوزر على السيستم. هذا اذا كان عندك كوماند لاين انترفيس، او اذا كان عندك جرافيكال يوزر انترفيس كل اللي عليك تكتب مثلا يوزر اد او باسورد تشينج، وبتفوت على البانل اللي خاصه فيه تغيير اليوزرز وبتغير اليوزر والباسورد اللي بدك اياه اذا كنت انت ادمنستريتور. طبعا في عندنا واحد من التولز المشهوره او اللي بنستخدمها في عمليه البريفليج اسكليشن اللي هي الاكتف باسورد تشينجر. طبعا هاي من خلالها بقدر اعمل ريسيتنج لا اللوكال ادمنستريتور، وبقدر اغير اليوزر باسورد اللي جواته. طبعا التول هاي بمصاري، بس في نسخه منها ديمو بامكانك انت تنزلها، لكن ما بتشمل لك كل الفيتشرز. الفيتشرز اللي موجوده فيها بتقدر تعمل ريكفرنج للباسورد من خلال اكثر من بارتيشن جوا الكمبيوتر او من خلال اكثر من هارد ديسك. اذا كان عندك السيستم عليه اكثر من هارد ديسك، كل هارد ديسك عليه اوبريتنج سيستم، فهي بامكانها تعمل ريتريفنج لا او ريكفرنج للباسورد من هاي البارتيشن، وبامكانها تعمل ديتكتنج وديسبلينج لكل الكونفيجريشن اللي موجوده في السام فايل اللي هو المايكروسوفت سكيورتي داتابيز. ومن خلالها برضه بقدر اعمل ديسبلاي للفول اكونت انفورميشن لاي لوكال يوزر موجود جوا السيستم عندي. طبعا هاي كمان مجموعه من التولز اللي احنا بنستخدمها عشان موضوع البريفليج اسكليشن. في عندك الاوفلاين انتي باسورد اند ريجستري اديتور، في عندك الويندوز باسورد ريسيت كيت، وفي عندك الويندوز باسورد ريكفري تول، وصح في كثير من التولز اللي موجوده غير هاي التولز اللي موجوده عندنا في هذا السلايد. طيب كيف بامكاننا خلينا نحكي نعمل ديفندنج ونوقف على سبيل المثال موضوع البريفليج اسكليشن؟ طبعا في عندنا اكثر من طريقه لازم ناخذها في عين الاعتبار لما عشان نعمل سكيورنج للسيستم. اول شيء نعمل ريستريكتنج للانتر اكتف لوجن بريفليج، هاي بنحاول نوقفها. طبعا اللي بنقصد فيه بالانتر اكتف لوجن بريفليج انه اليوزر بيكون له اكسس على كل شيء، اليوزر بيقدر يعمل كل شيء، لا احنا بنحاول ايش نقلل الصلاحيات تبعت هذا اليوزر، ما بنعطيه كل شيء. برضه في عندنا كمان نعمل يوزنج لا انكريبشن تكنيك عشان نحمي السنسيتيف انفورميشن. طبعا جوا الويندوز في عندك شيء بسموه البيت لوكر، بامكانك تعمل انكريبشن لدايركتوري او بامكانك انت تنزل تولز وهي التولز تعمل انكريبشن للفايلز والسنسيتيف انفورميشن. برضه رن اليوزرز والابلكيشن بالليست بريفليج، يعني بعض البرامج بتتطلب صلاحيات بسيطة جدا، ليش أنا أعطيها صلاحية، ليش أعملها رن بيوزر صلاحياته عالية جدا؟ المشكلة وين؟ المشكلة إذا الابليكيشن هذا كان vulnerable
الاتاكر من خلال الفلنربل ابلكيشن هذا بيقدر يعمل رن لسيستم كوماند من خلال البريفليج اللي هو معمول له فيه ايش رن. قلت له هذا ايش خطير جدا. بعدين في عندنا كمان ريديوسنج للاماونت كود اللي ذات رنز وذ بارتيكولار بريفليج، هاي بنحاول نقللها كمان. بنحاول نستخدم موضوع المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، سمثينج يو نو سمثينج يو هاف سمثينج يو ار. وبنحاول خلينا نحكي نفعل موضوع الاثورايزيشن، كل واحد بعطيه الاثوريتي او الصلاحيات اللي هو بيحتاجها فقط لا غير. كمان بنحاول نعمل ديباجينج وتشيكينج لبعض اللي خلينا نحكي الاشياء على السيستم او بعض الابلكيشن على السيستم. بنحاول كمان نعمل رننج للسيرفيسز اللي جوا الكمبيوتر او السيرفيس اللي بيكون معمولها رننج في الباك جراوند اللي دائما 24 ساعه لازم مثلا تكون شغاله جوا السيستم ب انبريفليج اكونت. لانه اذا كانت هاي السيرفيس فولنربل وكانت البريفليج تبعها عالي جدا، الاتاكر بيقدر يعمل رن لاي سيستم كوماند من خلال البريفليج تبعها. كمان زي ما حكينا بنحاول نعمل تيستينج للابلكيشن كودينج ايرورز، نشوف اذا كان في ايرورز اذا كان في بج كل فتره لفتره. بنحاول كمان برضه نعمل باتشنج للسيستم. موضوع خلينا نحكي البريفليج سيبريشن ميثودولوجي هاي نحاول نطبقها بحيث انه اذا وقع خلينا نحكي اذا كان في عندي ابلكيشن وانا معطيه صلاحيات، اذا تعرض هذا الابلكيشن الى كومبرومايزيشن وبالتالي ما بيقدر يأثر على الفانكشناليتي تبعت باقي السيستم او باقي الابلكيشن الموجود على السيستم. في عندنا كمان من الستبس اللي بيقوموا فيها الهاكرز او الاتاكرز اللي هي عمليه اكسكيوتنج لماليشس ابلكيشن. هاي الماليشس ابلكيشن ممكن يكون لهم غايه معينه من خلالها بيقدروا يكون لهم كنترول على السيستم او السيرفر. طبعا الاتاكر بيحاول يعمل اكسكيوشن لماليشس ابلكيشن بخلال هاي الفيز، وبالتالي من خلال هاي الماليشس ابلكيشن بيحاولوا يعملوا اونينج للسيستم بحيث انه يمنعوا اي واحد ثاني يحاول يدخل على السيستم. شو الاليه اللي بيقدروا يعملوا اكسكيوشن لهاي الابلكيشن تبعاتهم؟ طبعا بالغالب هم بيعملوا انستليشن لهاي الابلكيشن على جهاز الضحيه بشكل ريموتلي. كيف طيب ممكن هاي الابلكيشن توصل على جهاز الضحيه؟ اما من خلال الايميل او ممكن من خلال يو اس بي مسدوده في الكراج او في الممر او الى اخره. طبعا هاي الابلكيشنز اللي بيستخدموها الاتاكرز اما بتعمل جاذرنج لانفورميشن جوا السيستم، والانفورميشن اللي نعملها جاذرنج هاي بامكانها ليتر اون يستخدمها الاتاكر عشان يعمل اكسبلويتيشن للسيستم، او ممكن يعمل لوزنج للبرايفسي، او ممكن ياخذ صلاحيات هو بالاصل مش مفترض انه ياخذ هاي الصلاحيات من خلال ان اوثرايزد اكسس. يعني الاصل انه اليوزر عشان يعمل اكسس للريسورسز تبعت السيستم اما يدخل يوزر نيم او باسورد، فهو من خلال الابلكيشن هذا قدر يعمل باي باسنج من دون ما يدخل اليوزر نيم باسورد. او هاي الابلكيشن ممكن نستخدمها في موضوع الكراكنج للباسورد، او ممكن نستخدمها عشان ناخذ سكرين شوت، او عشان ممكن عشان نفتح الكاميرا، او ممكن عشان نشغل الريكوردينج المايك، او ممكن عشان نشغل خلينا نحكي الكي ستروكينج الكبسات الكيبورد اللي احنا بنكتبها. كل هاي الاشياء بتتسجل، او ممكن نعمل انستليشن لباك دور عشان الاتاكر يقدر يضمن انه له اكسس دائما على السيستم. طبعا ممكن خلينا نحكي الابلكيشن هذا يشغله يوميا او اسبوعيا او شهريا حسب ما بده. طبعا في عندنا الميليشيس سوفت وير، في عندنا اكثر من نوع، في عندنا السباي وير، في عندنا الكراكرز، وفي عندنا الباك دورز، وفي عندنا الكي لوجرز. طبعا امثله على بعض الابلكيشن اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل رن او نعمل انستولينج لميليشيس سوفت وير. في عندنا الريموت اكزيك، طبعا من خلاله بقدر اعمل ريموتلي انستليشن لابلكيشن، واقدر اعمل خلينا نحكي اكسكيوتنج لبروجرامز او سكريبتس على جهاز الضحيه، بقدر اعمل ابديت للفايلز والفولدر جوا الويندوز سيستم. طبعا من خلال الاكسس اللي انا بقدر احصله من خلال النتورك. طبعا هاي التول من الشغلات الكويسه فيها انها بتسمح لك تعدل على الريجستري، وبامكانها تعدل على اللوكال ادمن باسورد. من خلالها برضو انا بقدر اعمل ديسيبل لللوكال اكونت
من خلالها بقدر اعمل اتلاعب مع او اتلاعب بالفايلز اللي موجوده على السيستم. بامكاني احذف فايلز، اضيف فايلز، اعدل على فايلز. كل هاي الاشياء صراحه بقدر اسويها باستخدام هاي التولز وغيرها صراحه من الفيتشرز او الفانكشناليتي. في عندنا البيدك ديبلوي او البيدك ديبلويمنت، طبعا من خلال هاي التول انا بقدر اعمل، خلينا نحكي اعمل كثير من الاشياء من خلالها. بقدر اعمل خلينا نحكي سايلنتلي انستولينج لكثير من الابلكيشن او الباتس جوا السيستم. هاي بامكانك تعملها انستوليشن يعني بتجربها. في عندنا الدامور ريموت سبورت اللي هي الدي ار اس اختصارها، طبعا هاي من خلالها بقدر اعمل مانجمنت ل السيرفرز النوت بوكس. بامكاني اعمل خلينا نحكي مانجينج لللابتوبس، كل الديفايسز اللي تخطر ببالك من خلال بشكل ريموتلي. طبعا هاي التول بتسمح للاتاكر انه يعمل مانجمنت وادمنستريشن تاسكس على الويندوز كمبيوتر وتنفذ الاشياء اللي بده اياها الاتاكر. وانت صراحه ممكن يعني تستخدمها لغايات المانجمنت، او في بعض المدراء بعض الشركات تستخدمها عشان خلينا نحكي تتحكم في اجهزه الموظفين تبع اللي بيكونوا تابعين لهم. برضو في عنا من الاشياء اللي صراحه كثير مشهوره اللي هي الكي لوجرز. طبعا الكي لوجرز عباره عن اما بيكون سوفت وير او بيكون هارد وير، بتكون زي يو اس بي او ديفايس بغض النظر عن الشكل تبعه. الاتاكر بيستخدمه عشان يعمل مونيتورنج لكل كبسه كيبورد بتنكبس على الكيبورد. بعد ما يجمع هاي المعلومات، هاي المعلومات بتنبعث على اما الايميل تبع الاتاكر او على اف تي بي سيرفر او على اي مكان بده اياه الاتاكر. طبعا في 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 استخدام خلينا نحكي استخدام شرعي، او بعض الاورجنايزيشن تستخدم هذا الكي لوجرز جوا بعض الاورجنايزيشن، خصوصا اللي بيكون فيها خلينا نحكي عن الار ان دي ديفلوبمنت اللي هي ريسيرش اند ديفلوبمنت تيمز، لانها بيكون فيها براءه اختراع والى اخره، وبالتالي هاي المعلومات ممكن تكون كونفيدنشال. لذلك هم يستخدموا بعض هاي الابلكيشن عشان يعملوا مونيتورنج للامبلويز او الستاف اللي بيكون موجوده بيشتغلوا على كمبيوترات داخل هاي الاورجنايزيشن، يحاولوا يشوفوا الاكتيفيتي تبعاتهم جوا الكمبيوتر. او على سبيل المثال الاباء بامكانهم يستخدموا هاي البرامج عشان يشوفوا ابنائهم شو الاشياء اللي بيعملوا عليها سيرش، يعني صراحه عشان يعملوا مونيتورنج لهاي للاكتيفيتي تبعات اولادهم. طبعا هاي الكي لوجرز يعني بتسمح لك انك تعمل جاذرنج لكونفيدنشال انفورميشن. هاي الكونفيدنشال انفورميشن زي ايش؟ ممكن يكون زي الايميل تبعك، ممكن يكون الباسورد، ممكن المعلومات البنكيه اللي خاصه فيك، ممكن المسجات تبعت الفيسبوك، السناب شات، التويتر والى اخره. طبعا في عندنا كمان الفيزيكال كي لوجر اللي ببساطه هو عباره عن قطعه هاردوير انا بشبكها على خلينا نحكي السيستم، وبالتالي هي بتقدر تعمل تسجل كل الشيء اللي بدك اياه. طبعا لاحظوا هنا الصوره اللي موجوده عندنا، الاتاكر قدر يعمل انستليشن او قدر يعني بطريقه او باخرى يبعث مليشيس سوفت وير. هذا المليشيس سوفت وير على جهاز الضحيه طبعا، وبالتالي اي شيء بينكتب على الكيبورد الاتاكر بيقدر يحصله اخر شيء، يعني كل الاشياء اللي بتنكتب الاتاكر بيقدر ايش يكون له اكسس عليها. طبعا في عندنا اكثر من نوع، يعني ممكن عملية تجميع المعلومات ممكن تكون على مستوى الكيبورد، ممكن تكون على مستوى الكيرنل، على مستوى الدرايفر، على مستوى بعض الابلكيشن، على مستوى الهايبرفايزر تبع الفيرتشواليزيشن. صراحة كثير من الأشياء يعني، وله أصلا أكثر من نوع. طبعا هاي تقسيمة أشهر تقسيمات الكي لوجرز. في عندنا شيء بيكون سوفت وير، هذا السوفت وير ممكن يكون على ممكن يكون ابلكيشن لوجر، ممكن يكون كيرنل لوجر، هنا ممكن نسميه روت كيت كمان. في عندك الهايبرفايزر بيزد كي لوجر، وفي عندك الجرابينج بيزد كي لوجر، وفي عندك كمان الهاردوير. الهاردوير طبعا بالغالب تكون قطعه فيزيكلي هاردوير، ممكن تكون شيء امبيدد جوا البيوس تبع الكمبيوتر،
او ممكن اشي بيكون امبيدد جوا الكيبورد، او اشي ممكن يكون على سبيل المثال واي فاي كي لوجر او بلوتوث كي لوجر او كاميرا كي لوجر او يو اس بي كي لوجر. كل هاي الانواع بامكاننا نعتبرها من انواع الكي لوجر. الغالب الاتاكر راح يستخدمه عشان موضوع الكي ستروكينج. اي شيء بينكتب على الكيبورد او على السيستم بيكون معمول له لوجن. طبعا احدى الطرق اللي مثلا على سبيل ابسط الطرق اللي بامكاننا نتجنب الكي لوجرز، انه بعض المرات بدل ما ندخل اليوزر نيم والباسورد من خلال الكيبورد، لا ممكن يكون في عندنا فيرتشوال كيبورد واحنا بنستخدمها ونصير كبس في الماوس او بغض النظر، او في بعض الشاشات التاتش يعني الى اخره، بعضها تقبل كتابة. هاي احدى الطرق، مرات ممكن نعمل باي باسنج لموضوع او ممكن نعمل ديفندنج للسيستم تبعنا اجينست الكيلوجر. طبعا امثله على الهاردوير كيلوجر، في عندنا الكري جرابر الكي جرابر، وفي عندنا الكي جوست كمان، هاي امثله على الهاردوير كيلوجرز. طبعا موجودين بامكانك تشتريهم من امازون او الاي باي، وكثير من المواقع اونلاين بتبيعك اياهم. وفي عندك النوع من الكيلوغرز اسمه اول ان وان كيلوغر. طبعا هذا من خلاله يعني الاتاكر بيقدر يعمل خلينا نحكي تراكينج لكل الاكتيفيتي على كل الكمبيوترات تبعات الموظفين اللي موجودين عندك او على الاجهزه اللي لك كنترول عليهم. بعدين بعد ما يجمع كل هاي المعلومات بامكانه يبعثها لايميل ادرس انت بتكون محدده، او لا FTP سيرفر، او ممكن لا اي بي ادرس انت بتكون محدده جوا السوفت وير هذا. طبعا هاي امثله كمان على بعض الكي لوجرز اللي خاصه في الويندوز. في عندك البورد كي لوجر، وفي عندك الستاف كاب كي لوجر. صراحه في كثير من الكي لوجرز اللي موجودين يعني غير اللي موجودين هذول، وانت اصلا يو كان بيلد يور اون كي لوجر باستخدام البايثون او باستخدام السي او باستخدام اي لغه برمجه بدك اياها. هاي أمثلة برضو على مجموعة ثانية من الكي لوجرز اللي خاصة في الويندوز. هون في عندك واحد من الكي لوجرز اللي خاصة في الماك اسمه أماك كي لوجر فور ماك. طبعا هون ببساطة بقدر يعمل ريكوردينج لكل الكي ستروكس اللي بتنكتب، والانستنت مسجنج فيسبوك سناب شات والى اخره، برضو الويب سايتس اللي انت بتعملها فيزيتنج برضو بامكانه ياخذ سكرين شوت وكل هاي المعلومات ببعثها كريبورت للايميل تبع الاتاكر، او يعني ممكن يبعثها لاف تي بي سيرفر او بغض النظر عن الاليه. اهم شيء انه ايش يقدر يوصلها لجهاز الاتاكر او لرب العمل اذا بنحكي عن بعض المؤسسات، او للبيرنتس اذا بنحكي عن اذا كنا نستخدمه جوا الفاميلي. في عندك كمان امثله على بعض الابلكيشن اللي الاتاكر بيعملوا لها اكسكيوشن. في عندنا شيء بنسميه السباي وير. السباي وير هي عبارة عن برامج بتتجسس على الجهاز تبع الفيكتيم. طبعا من خلال هذا السباي وير، طبعا هو ببساطة عبارة عن بروجرام بيعمل ريكوردينج لكل اليوزر انتر اكشن وذ الكمبيوتر. يعني انا قاعد على الكمبيوتر بعمل فيزيتنج لويب سايت، بعمل انستوليشن، كل هاي الاشياء السباي وير بامكانه يجمع هاي المعلومات. طبعا هاي البروجرامز هذا بالغالب بيقدر بيحاول يعمل هايدنج لحاله، او بيحاول يعمل هايدنج للبروسيس تبعته بحيث انه ما ينعمل له ديتكشن او ما بينعمل له ما بينحذف جوا السيستم. طبعا الفكره تبعته بتكون قريبه من التروجن هورس، وبالغالب ممكن يكون ليجيتمت ابلكيشن زي برنامج الفي ال سي تبع الميوزك والفيديوز، ممكن يكون عامل هيدن لحاله جوا هذا الابلكيشن، وبالتالي بيقدر ايش يعمل مونيتورنج لكل الاشياء اللي بدك اياها. او ممكن ينزل على شكل فري وير، برنامج ببلاش، يعني ممكن زي مثلا برامج القنوات البي ان سبورت او الى اخره. في كثير من الابلكيشن تعطيك سيرفيس ببلاش، الاصل انك تحصل عليها بمصاري، لكن هو بالنهايه ما بيعطيك اياها لسواد عيونك، بالغالب بيكون عامل انجكشن لسباي وير جوا الابلكيشن هذا. طبعا السباي ويرز بالغالب بتجمع معلومات عن الفيكتيم او عن الاورجنايزيشن. هاي المعلومات ممكن تكون الايميل ادرس، ممكن تكون اليوزر لوجين، ممكن تكون الباسورد، المعلومات الخاصه في البنك، معلومات الخاصه في الكريدت كارد. طبعا كيف ممكن نعمل بروباجيشن للسباي وير؟
صراحة أما من خلال الكوكي أو من خلال البراوزر أدونز أو البيجي باك سوفت وير انستليشن، أو صراحة من خلال بعض الفولنربل ويب براوزرز، أو صراحة من خلال الماسكيوريدنج أز أنتي سباي وير. ممكن برنامج اسمه أنتي سباي وير تحاول تعمل له انستولينج وهو أصلا بيكون جواته إيش سباي وير، أو في شيء بنسميه درايف باي داونلود اللي حكينا عنه سابقا. في عندنا بعض البرامج اللي بإمكاننا نستخدمها، في عندنا السباي تيك سباي ايجنت، طبعا هذا بيعمل مونيتورينج لكل شيء جوا الكمبيوتر تبع اليوزر. بالغالب من الفيتشرز اللي هو بيقدر يخلينا نحكي من البيسك فيتشرز تبعته، انه يعمل مونيتورينج للويب سايتس الابلكيشن الشات كلاينت برضه. كل هاي الأشياء بإمكانه يعمل، بإمكانه إيش يسويها. وبالنهاية الريبورت أو الأشياء تبعته بتنبعث إما من خلال إيميل أو من خلال اف تي بي سيرفر. طبعا الفيشرز تبعته سي اول كي ستروك تايبس اللي بكتبها اليوزر بيقدر يعمل خلينا نحكي ريفيلينج للويب سايت اللي انت زرتهم، الاونلاين شاتنج بيقدر يعملها ريكوردينج. وصراحة كل شيء انت بتسويه على السيستم تقريبا يعني بيقدر يكون له اكسس عليه. في عندك الباور سباي 2014، طبعا هذا من خلاله بيقدر يعمل خلينا نحكي ريكوردينج لكل الاكتيفيتي على السيستم. بيقدر كمان برضو يشوف الانستنت مسجنج زي الفيسبوك سناب شات والى اخره. بيقدر يشوف الكي ستروكس اللي انت بتكتبهم او بتكبسهم على الكيبورد تبعتك، المواقع اللي بتزورها، الشاتنج، الانستنت مسجنج، وغيرها من السيرفيسز. هاي برضو على الامثله على جروب من السباي ويرز اللي انت بامكانك تعملهم داونلود عندك او على جهاز الضحيه. هذا جروب ثاني كمان من السوفت ويرز. في عندنا نوع من انواع السباي ويرز بيكون على شكل يو اس بي. طبعا هاي اليو اس بي بتسمح لك انك تعمل كابتشرينج وديسبلاينج واناليزنج للداتا اللي بتكون على جهاز الضحيه. برضو هاي كلها بامكانها تجيبها وتبعثها اخر شيء للجهاز تبع الاتاكر. فينا برضو اوديو سباي ويرز زي السباي فويس ريكوردر والساوند سنوبر. طبعا هاي ببساطة بتقدر تعمل ريكوردينج للفويس شات مسج او الانستنت مسجنج اللي انت كمان بتسجلها. وفي عندنا كمان الساوند سنوبر بامكانها ايش فويس اكتيفيتد ريكوردينج، برضه بامكانه يعمل ريكوردينج للاشياء اللي انت بتسويها، او في بعض الحالات ممكن يفتح المايك ويسمع ويتجسس على خلينا نحكي الكلام اللي انت بتسويه، او بتكون تتكلم قريب من الكمبيوتر فالمايك ممكن يكون شغال، او هو بيقدر يعمل انيبلينج للمايك وبيقدر يتسمع على الكونفرزيشن اللي بتكون موجوده جوا الغرفه او قريب من الكمبيوتر. في عندنا الفيديو سباي ويرز زي الويب كام ريكوردر. طبعا هاي هذا السباي وير اما بيفتح الكاميرا تبعتك اذا ما كنت فاتح الاونلاين مسجنج، او بامكانها تعمل ريكوردينج لبعض الاشياء اللي انت بتسويها لما بتكون بتعمل خلينا نحكي تشاتينج او اشياء ثانيه بامكانه يعمل ريكوردينج. طبعا هون من الفانكشناليتي تبعاتها بتقدر خلينا نحكي تعمل ريكوردينج اني ثينج such as الويب كامز بلاينج بالبراوزر، فيديو اللي مو بالعمليه الانستنت مسجنج كونفرزيشن، وخلينا نحكي اي فيديو بنعمله بلينك على الديسكتوب كمان، وسيلكتد ايمج بيقدر يعمل ريكورد اني ثينج ديسبلاي على السكرين. يعني اما بتسجل بعض الاشياء على الكمبيوتر تبعتك، او ممكن تسجل الاشياء اللي خلينا نحكي انت لما تكون فاتح الكاميرا، او ممكن في بعض الحالات تفتح الكاميرا اذا مش هذا الابلكيشن، في غيره من الابلكيشنز. في عندك بعض السباي ويرز اللي خاصه في التليفونات زي الموبايل سباي، من هذا بيقدر يعمل ريكوردينج لللوكيشنز تبعك، الجي بي اس، الاس ام اس تبعتك،
اللوجز تبعت الكولز اللي انت بتسويهم، الفون نمبرز، مدة المكالمات، كل الاشياء صراحة اللي انت بتسويهم. مرات ممكن يكون له اكسس على بعض البرايفت انفورميشن جوا اللي بتكون عمولها ستورنج جوا الكمبيوتر تبعك. هذا برضو السلايد امثله على جروب من السوفت ويرز اللي يمكن نستخدمه عشان نتجسس على الديفايسز تبعات الفيكتيمز او الاذر يوزرز. في عندك السباي فون. سباي فون طبعا سوفت وير عنده ابيليتي انه يقدر يعمل سند لايفنتس من الجهاز التارجت. طبعا شو هي الاشياء اللي بيعملها سندينج؟ اما ممكن تكون الاشياء اللي بيعمل، خلينا نحكي لوكيشن تراكينج او الكول هيستوري او المسجات، بيقرا المسجات اللي بتكون جوا التليفون او الويب هيستوري او السيل اي دي تراكينج او الكونتاكت انفورميشن تبعات اليوزرز او الاس ام اس مسج اللي بتكون جوا الكمبيوتر، او ممكن يعمل انترسبشن للكولز اللي انت بتقوم فيها. في عندك برضو امثله، هاي كمان امثله على الجي بي اس سباي وير اللي بامكانها تتجسس على اللوكيشن تبعك. طبعا كيف بامكاننا نحمي انفسنا او نحمي الاورجنايزيشن اللي بنمثلها من موضوع الكي لوجرز؟ اول شيء بنحاول نستخدم البوب اب بلوكر جوا البراوزرز، بنحاول نعمل انستليشن لانتي سباي وير وانتي فايروس بروجرامز، بنحاول نعملها انستليشن، نحاول دائما تكون ابديت، تشتغل على موضوع السيجنتشر بيز والانومالي ديتكشن، نحاول نعمل انستليشن ل، خلينا نحكي بروفيشنال فيرجن من الفاير وول او الانتي كي لوجينج، بنحاول نبعد عن بعض السوفت ويرز اللي بتكون ببلاش وهي بالاصل ممكن تكون بمصاري، الكراك سوفت وير بنحاول نبعد عنها، الفيشنج ايميلز بنحاول نبعد عنها، نحاول نعملها ديليتينج كمان لانه احدى الطرق للمالويرز او الكي لوجرز هذا ممكن يوصل للكمبيوتر تبعك، ممكن من خلال فيشنج ايميل. دائما نحاول نغير الباسورد تبعنا باستمرار مع انه الاغلب منا بيخلي الباسورد تبعه دائما زي ما هو. في عندنا جوا الايميل في عندنا السبام او الجنكس بنحاول ما نفتحها. اي ايميل انت بتشك فيه موجود على الانبوكس بنحاول انه مثلا نعمل له ديليت. اي خلينا نحكي ويب سايت بنحس انه الشكل تبعه مليشيس او اليو ار ال تبعه مليشيس بنحاول انه ما نعمل له اوبننج. برضه بنحاول نستخدم كي ستروك انترفيس سوفت وير. هاي السوفت وير بالغالب تعمل انسيرتنج لراندوم كاركترز ما بين كل كبسه وكبسه انا بكتبها على الكيبورد او بين كلمه وكلمه او حرف وحرف. طبعا بالغالب برضه بنحاول نعمل سكاننج لاي اكسكيوتابل فايل جوا السيستم، يعني اي اكسكيوتابل فايل بنحاول نعمل له انستليشن جوا السيستم. اول شيء بنحاول نعمل له سكاننج، برضه نحاول من فتره لفتره نعمل سكاننج للسيستم تبعنا. برضه بنحاول نخلي الهاردوير سيستم تبعنا بيكون سكيور موجود في لوكت انفايرمنت. بنحاول نشيك على الكيبل تبع الكيبورد، الكونكترز تبعات الكمبيوتر اذا بنحكي عن بي سي. ليش؟ لانه في بعض الكي لوجرز بتكون قطعه ما بين الكيبل وما بين الكيبورد او ما بين الكيبل ما بين البريفيرالز تبعات الكمبيوتر. بالويندوز بنحاول نستخدم ويندوز اون سكرين كيبورد بحيث انه ما نكتب على الكيبورد، بحيث نستخدم الفيرتشوال كيبورد هنا. بنحاول نعمل انستليشن لشيء بنسميه الهوست بيز انتروجن ديتكشن سيستم، بحاول نعمل مونيتورنج للاكتيفيتي تبعت السيستم تبعنا، واذا كان في شيء مالشيس بيعطينا الارم او بوب اب عليه. بالغالب بنستخدم موضوع الاوتوماتيك فورم فيلينج بروجرامز بحيث انه مرات بدل ما اكتب الباسورد كامل بخلص اوتوماتيك اللي بيكون موجود عندي، بدل ما اكتب الكلمه بتكون اوريدي معمولها، اول ما اكتب حرفين بيطلع لي الباقي، وبالتالي هنا الكي سوفت وير او الكي لوجرز ما بيقدر يلقط الكلام كامل اللي بينكتب، ممكن يلقط اول حرف حرفين. دائما نحاول نعمل ابديت للسيستم باتشنج، برضه نحاول نعمل سكاننج دائما مونيتورنج لاي تشينج بيصير على السيستم او اي تشينج بيصير على النتورك. برضه
من الأشياء اللي بإمكاننا نستخدمها في شيء بنسميه الهاردوير كي لوجر. بالنسبة لموضوع الهاردوير كي لوجر، بالغالب نحاول إن نمنع الفيزيكال أكسس للسنسيتيف كمبيوتر سيستم. مش أي واحد بيقدر يفوت على السيرفر روم على سبيل المثال، مش أي واحد يقدر يوصل للكمبيوتر. بنحاول دائما نشيك على الكمبيوتر الهاردوير ديفايسز اللي كونكتد على الكمبيوتر، النقطة اللي حكينا عنها قبل شوية. نحاول نستخدم الانكريبشن ما بين الكيبورد والدرايفرز. يعني بالنهاية بعض الكيبورد عشان السيستم يتعرف عليها لازم يكون في عندنا درايفر، الدرايفر ممكن يحكي مع الكيبورد، فمن هون بنحاول نستخدم انكريبشن. بنحاول نستخدم الانتي كي لوجر عشان نعمل ديتكشن اذا كان في عندنا هاردوير كي لوجر او لا، زي الكي شيلد. وفي عندنا صراحة بعض السوفت وير كي لوجرز اللي احنا بإمكاننا نستخدمها. في عندك الزمانة انتي لوجر كمان، طبعا هاي فيها صراحة بتعمل اليمينيشن للثريتس اللي ممكن تجينا من الكي لوجرز، الاس اس ال بانكر تروجنز السباي ويرز وغيرها من الاشياء هاي. برضو من الفيشرز تبعتها اس اس ال لوجر بروتكشن، ويب كام لوجر بروتكشن، كيبورد او كي لوجر بروتكشن، كليب بورد لوجر بروتكشن، وسكرين لوجر بروتكشن. برضو من هاي الاشياء الفيشرز اللي بيزودنا فيها هاي السوفت وير. هاي برضو امثله على بعض الانتي كي لوجرز اللي احنا بامكاننا نستخدمها. كيف بامكاننا نحمي السيستم تبعنا من السباي وير؟ دائما حاول انك try to avoid any computer system which is not totally under your control. يعني مثلا كمبيوتر بيشتغل عليه اكثر من واحد، حاول انك ما تستخدمه كثير. حاول يكون الكمبيوتر تبعك يكون انت الك الوحيد اللي يكون الك كنترول عليه. حاول تعمل adjusting للسيتنجز تبعات البراوزرز لما تكون medium او high. دائما حاول تنتبه على موضوع ال suspicious emails، ال suspicious sites، حاول تتجنبهم لا تفوت عليهم. حاول تعمل enhancing لل security level جوا الكمبيوتر تبعك. حاول دائما تعمل update لل software تبعك. حاول تستخدم ال firewall. حاول دائما تشيك على ال task manager report اللي بتعطيك اياه. حاول تشيك على ال configuration manager report كمان. حاول تعمل ابديت للفيروس ديفينيشن فايلز اللي هي اذا بنحكي عن بعض السوفت ويرز بتستخدم موضوع السيجنتشر بيز. حاول دائما تعمل انستليشن لانتي سباي وير سوفت ويرز. دائما حاول، خلينا نحكي، تتصفح المواقع المعروفه المشهوره، لا تعمل داونلود لاي فايل انت شاك فيه. خلينا نحكي كمان، مش دائما ضروري انك تستخدم الادمنستريتيف بريفيليج، لا تستخدمه الا بالحالات الضروريه. حاول تتجنب موضوع خلينا نحكي البابليك تيرمينال، اذا بدك تعمل خلينا نحكي بانكينج ترانزاكشن او تعمل سنسيتيف ترانزاكشن مرتبطه في الفاينانشال كومبانيز. موضوع الداونلود، مش داعي تعمل داونلود لبعض السوفت ويرز اللي يعني على سبيل المثال ميوزك ممكن تحصلها حقها مصاري. بعض الويب سايتس الانترستد تعرض لك اياها فور فري، هاي حاول انك تتجنبها. وكثير من الابلكيشن صراحه، يعني موضوع البوب اب حاول كمان تتجنبه. دائما اذا بدك تعمل انستليشن لسوفت وير، حاول تقرا خلينا نحكي الاجريمنت او اللايسنس بالغالب، يعني لانه في بعض التيرمز بتسمح اذا انت اعطيتها اكسبت بتسمح لها، او بعض السوفت ويرز بامكانها تعمل تراكنج للسيستم تبعك وبعض الحركات اللي بتصير جوا السيستم. طبعا جهاز ممكن يستخدمه اكثر من واحد او ممكن ناس غيرك تستخدمه. حاول دائما لا تحط عليه sensitive information، لانه هاي بتكون باث للاتاكر انه ممكن يوصل للمعلومات تبعتك. وهذا كمان مثال على انتي سباي وير. في عندنا السوبر انتي سباي وير برضه سوفت وير، صراحه بيقدر يعمل ايدنتيفاينج للانونتد بروجرامز، بيحاول يعملهم ريموفينج كمان، بيحاول يعمل ديتكشن وريموفينج للسباي وير الاد ويرز اللي تبعات الاعلانات، التروجنز، الدايلرز، الورمز، الكي لوجرز، الهاي جاكينج سوفت ويرز،
روت كيتس والروك سوفت ويرز بغض النظر عن النوع تبعهم. هاي برضو أمثلة على مجموعة من الأنتي سباي وير سوفت ويرز. طبعا في أشياء بمصاري في أشياء ببلاش، وأنت يو كان بيلد يور أون أنتي سباي وير سوفت وير. هو يعطيكم العافية.